راجل 2016 يجي راجع لو هو حلو بيفهم يجي عمره ما هيطلع القرار ده. لو هو سامح عاشور مش كان مش كان ماسك معهد كان ماسك معهد التكنولوجيا كان معاه مشكله وقضيه عيب عيب النقيب يا بيه يا بيه النقيب لما عارف ان في وقفه النهارده فتح بيقفلش بيت بالحصن يا فندم النهارده فتح بيت لما عارف ان في وقفه النهارده هنا انا عايز النقيب يجي يقف يكلمني انا هو الحاج يقول لي في كذا وكذا تاثر فيه يجي النقيب يقول لي تاثر فيه كل دول هيروحوا كل دول ما بيعرفوش